أندري أزولاي سياسي يهودي مغربي ومستشار الملك. تزاد أندري بالصويرة سنة 1941 لعائلة يهودية أمازيغية مغربية. أندري بعد ما درس الابتدائي والثانوي في المغرب سافر لفرنسا باش يكمل دراسته العليا، وبعد التخرج اشتغل محرر في إحدى المجلات المغربية، من بعد اشتغل في بنك باريس با فرنسا وكون علاقات كثيرة بالمسؤولين والسياسيين وتسلق المناصب، وحصل على دكتوراه فخريه في جامعه باسرائيل. وفي منتصف السبعينيات استمنظمت هويه وحوار اللي كتهتم بالتاريخ والثقافه اليهوديه، وكان أزولاي من المساهمين في فتح باب الحوار بين المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين من اجل تسويه الاوضاع بين الدولتين. وبعد 24 سنه دوزها في العمل كمصرفي، وبالضبط في سنه 1990 الحسن الثاني عين أندري أزولاي مستشار ليه. بعد تولي محمد السادس العرش احتفظ بأزولاي كمستشار، واخا تراجع النفوذ ديالو وكرس وقته للحوار بين الأديان ونشر السلام، وتعين كرئيس المؤسسات عدة بحال مؤسسة الثقافة الثلاث ومركز شمعون بيريز للسلام والمؤسسة الأورو متوسطية، وتعين كذلك سفير النوايا الحسنة بموناكو، كما أنه مهتم بالثقافة اليهودية المغربية والفن والمشاريع التنموية بالصويرة. أودري أزولاي بنت أندري أزولاي مشات في نفس المسار ديال باها، وكانت مستشارة للرئيس ديال فرنسا فرانسوا أولاند، وتنتخبت مؤخرا كمديرة لمنظمة اليونسكو.